يبقى لما نشوف احنا وسائل الاخصاب المساعد نفهم الاخصاب المساعد ده يا اما اساعد في الاخصاب، اساعد في زرع الجنين، اساعد في وصول الجنين للرحم، اساعد في اختيار نوع الجنين، اساعد في اختيار جنين سليم التكوين. يبقى هي اي مساعده للمريض في انه يختار جنين او يحمل اسمها وسائل اخصاب مساعد.